السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. انا على الاعراض مثل الامساك، مثل اللي الوزن، يعني انخفاض الوزن، ملي كيبدا الوزن ديالك ينقص، ملي كتبدا تشوف يعني الجسم ديالك بدا كينهار كيضعف، ملي كتشوف ركابيك ما بقاش تزيد بهم، الناس ما بقاوش يطلعوا السلم هذا الدروج، يعني عندك الشعر ديال عينيك بدا تيطيح، عندك الضفران ديالك بداو شويه يعني تيحراشوا ولا كيتفلقوا، عندك النساء بدا الشعر ديالهم يتساقط، النوم ديالك غادي يولي ماشي هو ذا، ولا الناس كيديروا احلام مزعجه ولا حاجه، ولا عن لانكسيتي كاينين العليين، هذه كلها داخله تاثير ديال تسمم داخلي في الجسم. نعم، تاثير داخلي، يعني هذا التاثير الداخلي على مستويات وما اكثر المواد السامه اللي كيتناولوها الناس يوميا. نعم، ما اكثر ان اشياء التي تاتي من تلوث خارج البيوت، هذه لا حول لنا ولا قوه، ما عندنا ما ندير. تلوث الخضر والفواكه واللحوم والمسائل هذه ما عندنا ما ندير. كاين تلوث من نوع ثاني، هذا ممكن نتحكموا فيه، تلوث في المطبخ. يعني غير طرق الطبخ. حالات القضيه ديال المقله والقضيه ديال الكوكوت والقضيه ديال المسائل، كاين اواني من الالومنيوم، كاين طرق طبخ سريعه، كاين المراعي والمطيخ. نعم، هي داخله لان كتزيد مواد سامه، يعني الاكريلاميد والميلانويد والبيروكسيدات والمسائل اللي كتكون، يعني حتى النيتروزامين، يعني هذو المسائل اللي كيتكونوا هذو تما كيسموا الجسم. ثم كاين اشياء يعني ثالثه كنسمي احنا هذه نسميها اشياء مجانيه. هو السيجارة، يعني استعمال الأدوية هكا بإفراط، ولا كاين اللي ما مريضش، غريب أن كاين اللي ما مريضش وكيمشي للصيدلية يشري الدواء ويبدا يشرب. نعم، كاين اللي ما مريضش وكيمشي ياخذ الدواء ويبدا يشرب. الصيدلي يعطيني الفيتامين، يعطيني هذه كيضرني راسي، راه كنحس بهذه، ديك المرة خدت هذه. ماشي غير نفسي كيكون عندها. لا علينا، إذا كان أشياء موصوفة. نعم. وثابتة وشخص المرض ومعروف وكذا، هذه بالعكس هذه ما غاديش نتكلم عليه، ولكن الشخص اللي يتهور مع استعمال هذه الاشياء لا. يعني لا، حتى لا، من اجل هذه القضيه علاش في اوروبا وفي امريكا منعوا شراء الدواء بدون وصفه طبيه. كان يعني ممنوع منعا كليا، يعني لا يمكن الصيدلي يبيع لك شي حاجه الا المكملات الغذائيه او بعض الاشياء التي لا تدخل يعني في العلاج. هذه ممكن الصيدلي ممكن يبيعوها. دكتور المستمع الكريم من السويره، واحد النقطه، هذاك عصير الثوم هذه ممارسات هي اللي حذرت منها. لان غادي يبداو يسمعوا اشياء، انا درت القزبر، انا درت النعناع، انا درت الخيار، انا درت هذه. هذه اشياء احنا ما كنضيقوش على الناس حياتهم، ملي كتعطي وصفه كتضيقنا. الفواكه اللي كتطرح السموم من الجسم، ولات عندنا في المغرب البابايا. نعم، جميلة. عندنا انتاج البابايا. فعلا. عندنا البابايا وعندنا السفرجل. نعم. السفرجل يطرح السموم من الجسم، عندنا التفاح كذلك. نعم. التفاح يطرح، وعندنا البومبلموس، هذا الجري فروت. نعم. هذا البرتقال الهندي. هذه البومبلموس هذو اشياء يعني كيطرحوا، ثم تساعد على طرح السموم. نعم اكيد. ثم يعني شرب الماء. نعم. يعني الشخص خاصو يشرب الماء. نعم. اما انتهج مع الصباح ملي فيه خاصو يشرب واحد لتر، ما كيفطرش 40 دقيقه. نعم. ما يفطرش 40 دقيقه، والفطور ديالو يكون اشياء بسيطه. نعم. عشاء الشاعر يكون مشرب الخضار، شاي مع الخبز، ثم يبقى في اليوم ديالو، طول اليوم ديالو كله يبقى يشرب كوب كبير من الماء على راس كل ساعه. نعم. المهم في الحصيله اليوميه خص يكون عنده فوق 3 لتر ونص من الماء، وباش يشرب الماء كثير خصو يدفيه شويه، ما يكونش بارد، يدفيه. نعم. شويه باش يشرب الماء، ويكون ماء نظيف، يعني يغلي ماء معدني، يغلي الماء في ظهره ويسناه تيبرد، ولا ياخذ ماء معدني، ولا يصفي الماء. كاين دابا الناس ولاو عندهم هذوك المصفات. نعم. ديال الماء. نعم جيد. لما لا، اللي ما قدرش على الماء، الماء البارد ما تقدرش تشربه، ولكن الماء دافي تقدر تشرب منه كثير. نعم. يزيد معاه قطرات ديال الحامض. نعم. يزيد معاه قطرات ديال الحامض، ممكن او ممكن يحليه بالعسل. لما لا، كان عنده العسل في اليوم ديالو، ملي كيعمل ديتوكس، ملي كيعمل كلينس. نعم. خصو ياكل اشياء طازجه ما امكن، وياكل ماشي ما ياكلش، ياكل الفواكه. نعم. هذو الخضر الطازجه، ونعم في العشيه ياخذ بوطاج، هذا ياكل شربة الخضر. نعم. ياخذ عصير الفواكه، ويستهلك الفواكه. لما لا؟ لما لا؟ نعم. هذه بكثره، يعني الناس اللي عندهم امساك مثلا، الناس اللي عندهم امساك الا شربوا الماء بكثره. نعم. لتر الصباح وما يفطرش على 40 دقيقه،
وفي اليوم ديالو كله يبقى يشرب الماء وياخذ فواكه 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 كثر فواكه فواكه ما تضرش ياكل غير ما يكونش فيه سكري. نعم ما يكونش الشخص مصاب بالسكري. نعم. هذا ياخذ هذا العصير هذا عصير الفواكه مع الخضر طازجه وغادي يشوف بان عليا ملي غادي يشوف راسه واحد الايام غيولي طبيعي. لا ملي غادي يمشي الامساك غادي يعرف بان الجسم ديالو جيد بانه تخلص من نعم يعني ربما اشياء عنده هو في داره احسن من الثومه. غادي تقول له انت التمر يمشي يقلب على التمر ربما ما يلقاهاش. كاين اشياء بسيطه عنده في داره ماعنديش مشكل. القضيه ديال شرب النعناع هذه غير ليست ثابته. هذه غير ثابته. شرب البصل ليس ثابت. شرب الثوم ليس ثابت. باش الناس ما يبقاوش فيهم توضيح. توضح لهم فقط. طرح السموم تكون اولا بالامتناع عن تناول المواد السامه. انت باغي تطرح السموم ومازال كتاكل سموم. ما عمر هذاك الجسم غيتخلص من السموم. يقول نعم خصو يتوقف عن تناول المواد التي تحمل هذه الاشياء من نعم. المضافات الغذائيه من المبيدات من الاشياء. هذه هي اللغه. ثانيا انتهاج طبخ نظيف في الطين في لينوكس ولا في النحاس. نعم جيد. هذه النقطه الثانيه. ثالثا خص العامل ديال الجوع. كاين الامريكيين كاين عندهم جوج المستويات ديال الجوع. الامريكيين تيتكلموا على الفاستين اللي هو الصيام الشرعي. نعم. هنا صيام فاستين كتعني صيام. نعم. وكاين ستارفيشن تجويع. تجويع نعم. هذا التجويع. نعم. كاين هذا الطرق على حسب الطرق، يعني الاول النقطة المهمة في طرح السموم هي التوقف هي الامتناع عن تناول المواد اللي غيرنا ما طلعش ديالو لمدة نعم. واحد أسبوع ولا أكثر. ثم انتهاج مواد طازجة. علاش طازجة؟ يعني ملي كنبغيو نطرحوا السموم الكلينس كنعملوه بالمواد الطازجة. كاين مواد ما كنطيب ما نطبخوهاش. كاين مواد لا تطبخ. شنو هي؟ الفواكه. فواكه او بعض السلطات. وكاين بعض الخضر اللي كناكلوها طازجة بحال يعني هذه البنجر البنجر هذه اللي كنسموها البربر الخرشوف بحال البسباس بحال الفقوس بحال الخيار بحال الجزر بحال الاشياء هذه اللي يمكننا ناكلوها طازجة. وحتى لبل الان الاوروبيين وصلوا حتى القرعيات حتى القرعة ولاو كيطحنوها خضراء. نعم يعني طازجة كيعملوها عصير. هذه جيدة علاش لما لا. وكاين معاهم بعض الاوراق يعني القصبر خضر هذا القصبور كزبرة يعني هذه فريش تكون خضراء. نعم. هذه تكون طازجة تطحن مع الماء مع الماعد ممكن كاين اللي يخلطها مع الفواكه كتعطي عصير جيد. نعم جيد مع المقدونيس. وكاين هذه الاوراق اللي خارجه دابا يعني هذه الحلقه غادا تسمعوها الناس في الوقت جيد. نعم. كاين الاوراق اللي كتخرج مثل السلق مثل الخبيزه مثل الاشياء. الخبيزه ما كياكلوهاش مغاربه خضراء ولكن نعم. السلق هذا السلق الحميضه نعم. ممكن الناس ياكلوهم يؤكل طازج نعم. الا تطحن جيد هادو لان هادو فيهم مكونات يعني هائله هادو ممكن يطرحوا الجسم. كاين عندنا بالنسبه للحديث عن البصل هو له رائحه نفاذه لكن فيه شفاء اكيد ياك. نعم. عندي واحد السؤال هو ان مهم كيبلغوك السلام بزاف ديال الصديقات ديالي ويعني مره كيعطوني اسئله تكون عندي فرصه في نتصل بكم ان شاء الله. بارك الله فيك. كلهم تيحييوك وتشكرك بزاف. هل صحيح ان البصل يحتوي على ماده كلوكونينين التي تعادل الانسولين من حيث مفعولها في تحديد نسبه السكر في الدم؟ نعم. حيث يمكن اكل بصله متوسطه الحجم يوميا باوراقها تخفض كميه السكر في دم المصابين بالتبول السكري. نعم. تماما كالانسولين. نعم. وتقلل من جفاف الفم والشعور بالعطش لديهم. نعم. السؤال الثاني هل صحيح ان البصل الاخضر الطازج نيء اذا تناولناه مع وجبه الطعام يمنع ضرر التلوث من الماء والغذاء والهواء اي يكنس ويجرف اوساخ الجسم الباطنيه تتم طردها عبر الجهاز البولي؟ هل صحيح؟ هل يفيد عصير البصل في معالجه سقوط الشعر بتدليك فروه الراس بعصير البصل؟ كما هل يساعد او تدليك بماء البصل يساعد في الحد من انتشار موضع داء الثعلبه؟ نعم جزاك الله خيرا. شكرا. وتحيه بالغه لكل المستمعين وللاخوات وخير ان شاء الله. نحن امه واحده ونحن اخوه. اكيد ان هذه المعلومات اكيد على البصل. انا تكلمت على ان اصحاب السكري البصل هو من الخضر القويه والخضر الذي يجب ان يتناولها وليس يخفض. نعم. بالعكس الى حد سوء كثره البطاطس يعني حتى الطماطم بالنسبه لاصحاب السكري حتى الطماطم لا تفيدهم. لا تضرهم لكن لا تفيدهم. وكاين الجزر اللي طبعا حلو لان فيه شويه سكريات من الاحسن ما ياكلوش. لكن بحال اللفت المحفوره اللفت المحفوره هذه اللفت كنسموها الجذر الابيض باللغه العربيه الجذر الابيض
اللفت المحفور اللي كنسميوه احنا في المغرب، الخرشوف واللفت البري والقرعيات والبصل، هذه خضر جيده لاسعار السكري. وعلى راسها البصل واللفت المحفوره. هذا البصل فيها ماده الفولاتين، فيها كذلك الجليكونين، هذه الماده هذه هي نعم هي عندها نفس المفعول، تساعد على استقلاب السكر، هي عندها نفس المفعول بحال الانسولين. ولكن هذا لا يعني على ان الناس ما ياخذوش الانسولين، من الاحسن ياخذ، لا ياخذوا الانسولين طبعا، هذا الشيء. ملي يشوفوا بان السكر ديالهم تضبط يخبروا الطبيب، طبعا راه غادي يحبس ليمو يعني هذه الاشياء، فباش الناس ما يتهوروش، لان ربما شخص يكون عنده اعراض اخرى، كوليسترول طالع ولا ارتفاع الضغط، يكون السكر ما يمكنش يتسوى ويبقى يعول على البصله. نسمعوا حنا ضللنا هذا السيد هذا، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى ان نضلل الناس.